هلا، شلونكم؟ ان شاء الله بخير وبصحة. طبعا هاي الملزمة هي الملزمة العاشرة من ال behavioral sciences اللي هي العلوم السلوكية لمنهج كلية الطب جامعة بغداد. طبعا الملزمة هاي تعتبر من الملازم الكلش مهمة. ليش؟ لانه هي الملزمة يعني سايكاتري بامتياز، يعني هي تحكي عن الامراض والسيمتمز، يعني فكلش مهمة وحلوة وكلش يعني interesting، يعني صراحة كلش ممتعة بالقراءة، بس شوية يعني بيها نوع من الصعوبة لأن فتشي أول مرة نقرأ. فيلا إن شاء الله نبدأ بيها، إن شاء الله تكون أسهل. أول شي تعريف البرسبشن. البرسبشن شو معناه؟ هو الـ awareness أو هو الإدراك، يعتمد على الحواسنا الخمسة اللي هي السمع، البصر، الشم، التذوق واللمس. يعني وانا هسه كاتبتها قدامكم: visual, auditory, olfactory, gustatory و tactile. عندكم ال causes، يعني هسه قبل لا نبدي بال يعني hallucination، خلينا نعرف ال hallucination. ال hallucination هو خلل بال perception، خلل بال awareness مع وجود consciousness كامل. consciousness يعني واحد واعي، يعني يعرف هو وين، هو منو، هو بيا ساعة، فهاي conscious. أما إذا يعني ال perception هو ال awareness. ال awareness يعني إذا هي بها defect، conscious موجود، هذا hallucination. otherwise هذا مو hallucination. أوكي، مهما شابه ال hallucination بس هو مو hallucination. هاي لازم نعرفها. أسباب ال hallucination طبعا هي عدة أسباب، كل سبب راح ينشرح عنه بالتفصيل. يعني هو هسه ذاكر emotions، راح نشرح عن ال emotions بالتفصيل. ذاكر suggestion، حنشرح عن suggestion بالتفصيل. ذاكر sensory deprivation، هم حنشرح عنها بالتفصيل. فهسه راح نبدي بأول cause اللي هو ال emotions، اللي هو يعني المشاعر، الأحاسيس. شون حسبب hallucination؟ شون حسبب هلوسة؟ يقول لنا انه الشخص اللي هو بقمة يعني شعور الحزن، او خاصة اذا يشعر بقلت بذنب، راح يقوم يسمع اصوات ترزلة او توبخة او تأنبه. بس هاي الاصوات مميزتها انه تكون disjointed وتكون fragmentary، يعني تكون غير مرتبطة، تكون مشوشة. الواحد يعني ما متأكد هو سمع الأصوات لو لا. إذا تقول له أنت سمعت لو لا متأكد، يقول لك والله دكتور أنا يتراوالي. فهاي يعني ما متأكد، شاك إنه هو سمع لو لا. فيسموها pseudo hallucination. تختلف عن ال hallucination ال continuous hallucination مال ال schizophrenia، ال paranoid schizophrenia، تختلف عنها تماما. فهاي ال emotions شلون تأثر. أما ال suggestion، suggestion معناها إنه أني دا أخلي هذا الشخص يهلوس. شلون واحد يفكر إنه شلون أني أخلي الشخص يهلوس؟ يعني مو أني كطبيب نفسي، إنما أني كشخص، يعني أي شخص. يعني أكو نص يسووها عن طريق الهيبنوسيس اللي هي التنويم المغناطيسي، أو عن طريق instructions حتى موجودة على الإنترنت، يعني أشياء توقف العقل، إنه يقولوا له سوي هيك سوي هيك، راح تبدي تهلوس، تقول أشياء أنت يعني، أو تشوف أشياء أو تسمع أشياء. فهي هاي يسموها self directed، أو يعني شخص يقنعوه إنه هو يبدي هلوس. فهو persuasion، يعني إنه إحنا نقنع الشخص إنه يبدي هلوس عن طريق تنويم مغناطيسي أو عن طريق يعني motivational methods. عندنا هسه يعني أكو يقولنا مثلا هاي الأنواع يسموها hysterical hallucination، أو مثلا شخص يودو يمشي أخوي يبدي هلوس وهو سوالف، يعني ويسمع، يعني يسمع صوت، يقول أنا سمعت صوت شيخ، أو سمعت صوت إمام، أو سمعت صوت رب العالمين. أكو بعضهم يجي يقولون أو سمعت صوت مثلا أحد رجل صالح، أو سمعت صوت شخص يعني أنا متأثر بيه، كله تعتبر هستيريكال. أو مثلا شخص هو يعني مخليه حاث أنه يبدي هلوس. وعندنا أكو نوع ثاني من الهالوسينيشن اللي هو هذا الهالوسينيشن يسموه غارنر سيندروم. غالبا هذا يصير في هذول المسجونين، يسموه مالينجرينج. يعني مالينجرينج شنو؟ مالينجرينج يعني فاكتشيس، يعني مريض هو، يعني واحد مسجون هو دي يصنع انه هو جبروه، انه هو مريض، انه هو اكو احد
غصبه انه يسوي هاي الجريمه مالته، فهاي سموها فاكتشيس يعني فتشي مصطنع، فهاي سموها غارنر سيندروم. فهي يكون عند هذول ديسوسييتيف يعني سيمتومز او سيندروم، او عند هذول سكيزوفرينيا، ويكون قلت لكم عند المادنجرينج يعني تشبه حالات الأشواية تقريبا، بس هو هذا يعني مسجون وديريد يعني طلع حجة عمود يفلت منها. فثالث شيء احنا حكينا ايموشنز، حكينا عن السجستشن، قلنا عن طريق الهيبنوسيس وعن طريق الميثودز يعني الموتيفيشنال ميثودز، وقلنا عن الغارنر سيندروم. هسه راح نجي عن الديسوردر اوف بريفرال سنس اورجان. هاي اكو عالم اسمه تشارلز بونيت سيندروم، يعني على اسمه سموه هذا السيندروم، سمى تسمية اسمها فانتوم فيجوال ايمج. هذا يصير عادة بالأولد إيج، إنه هو كل شيء ما بي أي سايكوباثولوجي، وهو بحالة كلير كونشيوسنس، بس هو شنو دا يشوف أشياء غريبة، وهو كل شيء ما بي، يعني ما نقول بسكيزوفرينيا، ما نقول بسايكوسس، كل شيء ما بي، بس هو يشوفها. الكلير مالتها صراحة يعني انكلير، بس هو لازم تحفظوها انه تشارلز بونيت سيندروم يسوي لنا فانتوم فيجوال ايمج. لازم نحفظ المصطلح فانتوم فيجوال ايمج، لان راح تجينا اشياء هم اللي هو فانتوم بيها، بس هي فانتوم فيجوال ايمج اللي هي مال تشارلز بونيت، اللي هي صار بالالدرلي شخص ما بي اي سايكوباثولوجي وبحالة كلير كونشيسنس، وقلنا هاي تعتبر بسبب الديزيزز او ديسوردرز اوف بريفرال سنس اورجانز. اما عندنا السنسوري ديبريفيشن، ايش لقوا انه شخص من يسوون الحاسيس مالته يعني اعضاء الحس مالته، السمع البصر والهاي سوالف، يقللوها للمينيمم، يعني يحطون شخص بغرفه بيضة بحيث ما يشوف ولا لون، غرفه بيضة ماكو اي صوت، بحيث يعزلون الاصوات بنسبه 100%. يلقون انه بعد كم ساعة راح يبدي هلوس. فمن هذا المنطلق يعني اكو في الثيوريز تقول انه الديف هم ما يسمعون، بس مرات تجيهم حالة هلوسة، بس لانهم يعني ما يعرفون يعني what is feel like، يعني انه من صدق يسمعون، فلذلك ما يقدر يقولون انه عنده هلوس يعني، او شخص الديف احتمال يصير عنده visual hallucination، بس هو يعني نفس الفكرة ما يعرف انه شلون يشوف، فما يقدر يميز هاي حقيقة او هالوسينيشن. فهاي هي السنسوري ديبريفيشن. اما عندنا خامس شيء اللي هي ديسوردر اوف سنترال نيرفس سيستم، مثلا داينسفالون والكورتكس، هذا اني راح تاثر لنا تسوي لنا فيجوال هالوسينيشن مينلي يعني. اما عندنا سادس شيء اللي هي هالوسينيشن مال الانديفيدوال سنس. عندنا راح نبدي على واحد واحد. اولا الاوديتري، بالاوديتري شنو الفكرة؟ انه مرات الهالوسينيشن تكون اليمنتري، يعني تكون في شكل عبالك بس احرف مقطعة وكلش اشياء بدائية، او مرات بس اصوات حتى ما مميز اذا به الكلام، مرات تكون partially organized او completely organized. اكو انواع مهمة بالاوديتري هالوسينيشن. اول نوع هو المهم اللي هو طبعا كلش حلو، اللي هو يسموه الامبراتيف هالوسينيشن. الامبراتيف هالوسينيشن شو فكرته؟ يسموه كوماند هالوسينيشن او ثيرد بيرسون هالوسينيشن. فكرته انه الشخص يسمع صوت ينطي اوامر. شلون يعني؟ مرات شخص يسمع صوت يقول له kill your wife، kill your wife، اقتل مرتك، اقتل مرتك، او يقول له اكسر الصحن، اكسر الصحن، او يقول له مثلا اسرق اسرق اسرق، هيش يعني. فمن صدقها موجودة، فيسمع انه صوت ده ينطي اوامر، فيسموه command hallucination او third person hallucination، يعني صوت يحكي وياه كأنما شخص ثالث، ما يقول له مثلا على سبيل المثال يعني، ما يقول له تشارلز روح سوي هيك، يقول له انت تشارلز المفروض يروح يسوي هيك، يعني يحكي وياه بهيئة شخص ثالث. ف
فهاي اللي يسموها الامبراتيف او كوماند او ثيرد بيرسون هالوسينيشن. اما عندنا النوع الاخر اللي هو مميز كلش يسموه اوديبل هالوسينيشن او ايكو اوف ثينكينج ايكو دو لو بونسي. هذا هو الايكو يعني مثل صدى واحد يسمع بارك يعني دا يسمع صدى صوته هو دا يفكر. يعني انا مثلا دا افكر انه اني جوعانه ويا نفسي دا افكر اسمع صوتي يقول لي اني جوعانه او اني دا افكر بموقف اقول مثلا اني ليش ما قعدت قريت الصبح اسمع صوت يقول لي اني ليش ما قعدت قريت الصبح. فهي بالضبط audible يعني صوت مسموع أنا دا أسمع أحد دا يحكي أفكاري. فمثل ما بهاي الصورة دا نشوف هذا يقول voices feel loud in my head يعني الأفكار عبالك صوت عالي عبالك دا أسمعه. هاي مهمة. أما هسا كملنا الأوديتري حكينا عن الأوديبل هالوسينيشن حكينا عن الإمبراتيف أو الكومنت هالوسينيشن وهسه راح نحكي عن الفيجوال. الفيجوال اغلبها اللي هي انه شخص يشوف حيوانات او انسكتس فهاي عاده بالهذيان او الدليريوم او واحد مسخن يشوف مثلا مثلا فت حشره او عنكبوت هاي يعني كلش كومن. او نوع ثاني يسموه ليليبيوتين هالوسينيشن. ليليبيوتين هالوسينيشن انه شخص يشوف اشياء كبيره بهيئه صغيره يعني مثل هذا شايف الفيل كبرى ذي يشوفه هيك صغير وينشال بالايد فهاي يسموها ليليبيوتين هالوسينيشن. وقلنا اكو ادنى مثلا شخص يشوف حيوانات هاي بالدليريوم مرات فهاي فيجوال هالوسينيشن. اما عندنا الاولفاكتوري اللي هي حاسه الشم انه شخص يشم اشياء غريبه يتصور انه هو ديشم هاي ممكن بالسكيزوفرينيا بالسايكوسيس بالاورجانيك يعني هالوسينيشن. ويقول لي مرات مثلا بالتمبرال لوب انجري يعني يشم ريحه حرق. او عندنا مثلا التيست او الجستري هم سكيزوفرينيا ديبرشن سايكوسيس اورجانيك يعني هم مهمه. اما التكتايل اللي هي كلش مهمه. التكتايل اللي هي مثل احساس شخص قاعد يحس انه مثلا نمله قاعد تمشي على جسمه يباوع ما يلقى نمله فهاي يسموها فورميكيشن احساس انه فت انيمال از كرولينج اون ماي بودي يعني هاي يسموها فورميكيشن وهاي كلش كومن. او مثلا بالهذولي الناس الادكتر يعني يكون عندهم ادكشن تو كوكين راح يحسون كانما اكو فد مثل ذبانة قرصتهم فيظلون هيش يعني يصير عندهم اتشنج يظلون يحكون بجسمهم ومرات يعني يسبب يعني مثلا هيش يصير سكراتشنج يعني بجسمهم او هيش يعني يكشطون جسمهم هالقد ما يعني يهرشون بي فهي يسموه كوكين بق. هو كل شيء ماكو بس هم هيش يحسون. بس احنا حكينا فورميكيشن كوكين باك وحكينا راح نحكي عن السكشوال هالوسينيشن اللي يصير بالكرونيك وبالاكيوت سكيزوفرينيا. اما عندنا البين اند ديب سنسيشن بهاي الحاله كلش يعني انترستينج انه شخص يحس انيمالز بداخل جسمه يعني يحس فد عنكبوتة تمشي بالجاي تراكت مالته او يحس مثلا فد اي حيوان دا يمشي بجسمه بداخل جسمه ما ادري شلون بس هو هيك يحس فيسموها ديليوشنال زوباثي يعني هو يحس اكو فد انيمال بداخله من يكون الانيمال كرولينج اون هيز بودي هذا يكون يعني تكتايل من يكون انسايد هذا يكون ديب سنسيشن. فمن يكون تكتايل يسموه فورميكيشن من يكون يعني ديب هذا يسموه ديليوشنال زوباثي. اما هسه خلصنا حكينا عن اسباب الهالوسينيشن اللي هي ايموشنال اللي يصير عند الناس الحزينين كلش او يحسون بقلت ويكون مقطع ومجزأ وغير مفهوم. حكينا عن السجستشن اللي هو يعني عن طريق التنويم المغناطيسي او عن طريق الميثود. وحكينا عن الجارنر سيندروم اللي يصير بالمسجونين. حكينا عن السنسوري ديبريفيشن قلنا اذا نقلل كل الحواس راح يصير هالوسينيشن ورا كم ساعه. حكينا عن البريفرال ديسوردر اوف يعني سنسيشن اللي هي مثلا هاي التشارلز بنت سيندروم اللي هي الفانتوم فيجوال ايمج اللي هي ما بي اي سايكوباثولوجي وعندك كلير كونشسنس هو يصير بالادلت بالالد يعني بالالدرلي بالاولد ايج.
وحكينا هم عن السنترال نيرفوس سيستم وقلنا مو كلش مهم، وحكينا عن كل واحدة من الأورغانز من الـ يعني السنسيشن، حكينا عن الأوديتري قلنا بها الإمبراتيف أور كوماند كلش مهم، حكينا عن الأوديبل هالوسينيشن، حكينا عن الفيجوال اللي قلنا للبيوتين، حكينا عن الأنيمالز، حكينا عن الهاي تيست والأولفاكتوري قلنا سببها نفس الشيء يا أما سايكوسيس يا أما سكيزوفرينيا يا أما أورجانيك، وحكينا آخر شيء عن التكتايل اللي قلنا يا أما فورميكيشن يحس أنيمال كرولينج أون هيز بودي يا أما يكون يعني كوكين بوغ أو يكون سكشوال هالوسينيشن، وحكينا آخر شيء عن الديليوشنال زوباثي اللي هو أنيمال إنسايد ذا بودي. أما هسه راح نحكي عن الهالوسيناتوري سيندروم بس سلايد واحد سهل، اللي هو عادة يصير بالالكوهوليك اور اورجانيك هالوسينيشن اللي هي تكون كونتينيوس اور بيرسيستنت هالوسينيشن بس يعني بدون اي اعراض لوخ سايكولوجيكال. هسه راح نحكي عن واحد من انواع الاورجانيك هالوسينوسيس. أما هسه موضوع ثاني هي السبيشال كايند اوف هالوسينيشن، هاي كلش هذا النوع يعني هذا الموضوع حلو. اول شيء انه يسموها الهايبناجوجيك والهايبنوبومبيك، هذا اني يصير ان الهايبنا هاي الهايبناجوجيك هاي يصير قبل النوم، شخص قبل لا ينام يبدي يسمع اشياء غريبه ويفكر باشياء غريبه ما يحس بيها، هيك عبالك يعني يفقد الوعي، فهاي يسموها هايبناجوجيك. اما الهايبنوبومبيك اللي هي انه شخص اول ما يقعد من النوم يبدي يحس نفس عبارك يعني ما يهلوس من صدق. اما عندنا كوفد نوع ثاني يسمونه فانكشنال هالوسينيشن. ليش سميناه فانكشنال؟ لانه اكو ستيمولس يسبب لنا هالوسينيشن، يعني شخص يسمع دقة الساعة تيك توك تيك توك تيك توك ويا كل تيك توك راح يسمع انه عبالك يعني God is talking to him، فيعني من صدقك وهيش مرضى. او مثلا من يحس من يسمع شخص دا يمشي يعني ها صوت الخطوات مال المشي مثلا يجوز يحس اكو فد صوت دا يقول له فد كلام، فهذا يعني سميناه functional لانه stimulus دا يسوي لنا hallucination ويا كل، فاحنا نسمع الستيمولس نسمع التيك توك ونسمع الهالوسينيشن هم، هاي عادة تكون بالكرونيك سكيزوفرينيا. اما عندنا نوع ثالث اللي هو ريفلكس اللي هو ريفلكس هالوسينيشن، اللي هو انه ستيمولس يعني ياثر على احد السنسز بس يسوي لنا اكسبيرينس بغير سنسز، يعني اني سمعت واحد يعني طلع صوت من ياكل فهاي اثر على يعني الاوديتري سنسيشن مالتي بس الاكسبيرينس صار بدي بسنسيشن راسي قام يوجعني دخت، فهذا يعتبر ريفلكس هالوسينيشن. فحكينا عن الهاي مال سليب هالوسينيشن، الهايبناجوجيك والهايبنوبومبيك، حكينا عن الفانكشنال هالوسينيشن، الريفلكس هالوسينيشن، وهسه راح نحكي عن نوع الاخ اللي هو هذا النوع يسموه اكسترا كامبين، شخص واقف يشوف شخص واقف وراه يباوع له يعني خارج الفيجوال فيلد، احنا ما نقدر نباوع ورانا، ما نقدر نباوع يعني عن طريق الحائط through the wall ما نقدر، بس هذا الشخص اللي هو عنده هذا الهالوسينيشن يشوف شخص واقف ورا يباوع له، فهذا يسموه extra campaign hallucination. النوع الاخ اللي هو autoscopy or phantom mirror image، قلت لكم هاي لازم تعرفون تميزون اكو phantom visual image اللي هي هاي مال ال يعني هم visual imaging بس هذا مال هذا تشارلز بونت سيندروم اللي هو يصير بالالدرلي بدون اي سايكوباثولوجي، اما هذا سموه فانتوم ميرور ايمج اللي هو سموه اوتوسكوبي انه شخص يشوف نفسه بدون مرايه، يعني اني قاعده اشوف اهله ثاني دا تباوعني واني يعني كانما متاكده دا اشوفها، يعني مو لحظة ولحظتين لا دا باوعها، ومرات يعني اشوفها تحكي وياي يعني نفسي بالضبط عقد باوع بالمراية، فهاي يسموها اوتوسكوبي. اكو بوزيتيف اوتوسكوبي انه انا اشوف بدون مراية يعني نفسي، او انه انا باوع بالمراية وما اشوف نفسي، هاي يسموها نيجاتيف اوتوسكوبي. اثنيناتن هالوسينيشن
أما النوع الأخير اللي هو organic hallucination مثل ما نشوف بالصورة، هذا يصير بجماعة ال DM من يعني لا سمح الله يقصون مثلا رجلهم، فيعني يظلون يحسون انه رجلهم تحكهم او توجعهم، فيسموها فانتوم لم. فاحنا الاشياء لها علاقة بالفانتوم او الشبحي، عندنا فانتوم لم بالجماعة الاورجانيك هالوسينيشن الجماعة الدي ام، عندنا الفانتوم ميرر ايمج الجماعة الاوتوسكوبي، هذول يعني اللي يشوفون نفسهم او ما يشوفون نفسهم بالمراية، والفانتوم ميرر ايمج يعني فانتوم فيجوال ايمج او الهاي مال تشارلز بونيت سيندروم اللي هي تصير بالإلدرلي without any psychopathology. هاي لازم يعني فرق بيناتها. وعندنا آخر موضوع اللي هو body image disorders اللي هي hypers كيميزية، إنه شخص يباوع مثلاً إيده كلش ضخمة، هي إيده ما بيها شيء بس يشوف إنه كأنه ما عبالك مكبرة، عبالك ذي يباوعها عدسة مكبرة، فيسموها هايبرس كيميزية أو أسكيميزية أو هايبوس كيميزية. هايبوس كيميزية يباوع إيده عبالك أصغر من جسمه، وهي هم إيده كل شيء ما بيها، أو أسكيميزية يعني عبالك يباوع إيده ويشوفها ماكو إيده. بس هاي لازم نفرقها عن أكو فد شيء اسمه نهلستيك delusion. هاي النهلستيك delusion شنو فكرتها؟ فكرتها انه المريض مو بس ما يشوف ايده، هو اصلا يحس انه هو ما موجود، هو عبارة عن نكرة وما موجود والعالم حينتهي، وهاي التفكير المأساوي هذا عادة بالدبرست بيشنت يكون عندهم كلش. فهو يختلف، هاي المريض هو يعرف انه هو موجود بس ما يشوف نفسه، فيسموها اسكيميزيا. فبهيج احنا خلصنا المحاضرة. المحاضرة مثل ما تشوفون كلش حلوة، كلش ممتعة، وابد ابد يعني مو صعبة بس يعني جديدة، يعني الاشياء المهمة بيها صراحة كلها، خاصة يعني الكوزز مال الهالوسينيشن سواء ايموشنال سجستشن، عندنا هاي الانديفيدوال لوس اوف سنسيشن، هاي الاوديتري كلش مهم، خاصة الكومنت هالوسينيشن وخاصة الاوديبل هالوسينيشن، عندنا الفيجوال هالوسينيشن هم مهمة خاصة الليليبيوتين هالوسينيشن، عندنا التكتايل كلش مهمة خاصة الكوكين بوك، السكشوال والفورميكيشن والديب هاي مال ديليوشنال زوباثي، وعندنا السبيشال تايب اوف هالوسينيشن كلها مهمة اللي هي هاي السليب هالوسينيشن، الهايبنوبومبيك، الهايبنوجيك، الفانكشنال، الريفلكس هالوسينيشن، الاوتوسكوبي، الاكسترا كامبين، وعندنا اخر واحدة الاورجانيك هالوسينيشن والبادي هالوسينيشن. هاي كلها مهمة صراحة وهي جديدة وحلوة، يعني ما تحتاج. ان شاء الله يا رب اكون يعني سهلت لكم ولو قسم بسيط منها. كل التوفيق يا رب.